قوي في مظبوط. جسمك. طيب احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا الآن في تعامل أو ثقافة المجتمع، وأرجو إن حضراتكم تتضامنوا معايا في ده، في التعامل مع هذه النقاط الحساسة. عيب تسأل سؤال زي ده، اوعى تتكلم عن حاجة مش عارفة ايه. يعني حتى لو طفل سأل عن حاجة، ده طفل بريء بيسأل عن حاجة، تلاقي أب أو أم ينهال على ايه اللي أنت بتقوله ده، عيب ازاي تتكلم في الموضوع. يعني مفيش فكرة إن بعرف ابني إن دي منطقة حساسة، وإن زي ما حضرتك تفضلت يا فندم ما تقعدش على رجلين حد، ما حدش يقرب. يعني المعلومات البسيطة دي في أسر حتى الآن ما بتعملش ده، وأنا خايفة إن يكون عدد من الأطفال في أي مكان، مش في مدارس، في أماكن عامة، يحصل معاهم ده ولا يتم الانتباه. بص يا فندم، احنا لما اتكلمنا قبل كده في اكثر من مره وفي اكثر من مكان وكتبنا وقلنا لازم الاطفال تتعلم الثقافه الجنسيه، طلعوا علينا شياطين الظلام كالعاده، انتوا عايزين تفسدوا البلد، انتوا عايزين تفسدوا الاخلاق. اخلاق ايه؟ انا ما عايز اعرف الثقافه الجنسيه دي يا دكتور، العلاقه الخاصه بين الرجل والمراه، يعني هي دي الثقافه الجنسيه، هي دي اللي مسيطره على دماغهم. اختزال المفهوم. احنا قلنا يا حضرات لا، الثقافه الجنسيه وكتبنا ده يعني في كذا مكان وقلنا في كذا مكان، ان انا بعرف الطفل يعني ايه راجل ويعني ايه امراه، مين يقرب منك مين ما يقربش منك، ايه الممنوعات اللي ممكن اللي المفروض دي المفروض المدرس او المدرسه والاب والام يا فندم، والمدارس بالذات المدارس اللي هي المسيحيه دي غالبا بتبقى المسيرات اللي فيها بيعلموا البنات، اللي هي مدارس البنات بيبقى في تعليم بسيط في الحاجات دي. يعني بتعرف البنت يعني ايه بيريود، يعني ايه كذا، خدي بالك من كذا، اعملي كذا، يعني المسير بتديها بس بصوره ملطفه مخففه. وقلنا احنا مش عايزين اكتر من كده، يعني الطالب لما يعرف يعني ايه حد يتحرش بيه، يعني ايه ما تقعدش على حجر حد، يعني ايه ما حدش يقرب من بقك، يعني ايه ما حدش يلمسك من ظهرك، يعني ايه ما تقعدش على رجل حد، يعني ايه ما حدش يقول لك ايه على الهدوم، يعني ايه كذا، يعني ايه كذا النهارده، وما حدش يخوفك، وهي دي المصيبه. اللي دايما يعني حتى يعني دايما يقولوا لي طب ازاي نعرف ان الولد ده تعرض لتحرش من غير الفحص؟ صح. اقول له دايما الولد ده او البنت دي هتلاقيه ماسك في رجلين ابوه او امه، دايما ماسك في رجليه لما بيلقى الشخص ده، يعني استخبى ورا ظهر باباه اول ما شاف الشخص ليه؟ ده، مش كده يا فندم؟ ان الشخص القذر ده دائما بيبقى حته التهديد للطفل، ده انا هموت لك باباك، هموت لك مامتك، هموتك انت لو قلت كده. الولاد ما قالكوش اي تهديدات تعرضوا ليها؟ حد قال لهم ما تقولوش الكلام ده مش عارفه ايه؟ ده احنا الحمد لله اللي احنا قدرنا نجيب الواقع اللي حصلت، الباقي احنا ما نعرفش في حاجات وقعات تانية حصلت ولا لا. هم بيحكوا في خجل احنا مش عارفين، فدايما يبقى تهديد. دايما الاغتصاب للاسف بيجي من الناس اللي احنا للاسف الشديد في مصدر ثقه، المدرسه، الخال، العم، ابن العم، ابن الخال، الجيران، صبي مش عارف ايه. انا بس مش عايزه الناس تترعب من المحيط الاجتماعي. لا ما لازم الناس تعرف يا فندم. خلينا بس يعني انا عارفه دكتور، مش عايزه ان اخليها احكام مطلقه، مش يعني مطلقه، بس احنا بنشوف مصايب كتير بعد كده. ما انا يعني انا اسف، انت بتتكلمي في واقع في مدرسه. انا بيجي لي كل يوم مصايب، يعني ناس يعني دخلت في الشذوذ بسبب ده. يعني ان انا عندي في جزء من الشغل بتاعي مع الاضطرابات الجنسيه، فبيقول الاضطرابات الجنسيه بقى هو كبار السن كله اتعرض للاغتصاب وهو طفل صغير، يعني ومن ناس ما عارف. لا مش كل دكتور، لا انا بتكلم على المضطربين، انا بتكلم على المضطربين يا فندم. يا فندم انا بتكلم على المضطربين. انا بتكلم، انا عايز بدي عموم يعني على ايه ليه الواقع حصلت. انا بس مش عايزه يصيبنا حاله من الفزع، لان اي اب او اي ام دلوقتي في حاله ما لازم ياخد باله. ده اللي احنا بنعمله. يعني انا النهارده لما القى الام مصممه ان الولد يروح يلعب مع ابن الجيران، وابن الجيران ياخده من الشقه، والولد عمال يمسك في امه ويقول لها انا مش عايز اروح ويعيط، وهي مصممه عشان عايزه تنظف الشقه تقول له لا روح مع ابن الجيران، الولد يقول لك طب انا اعمل ايه؟ الطفل ما بيعرفش يعبر. دكتور ومحرج يعبر. حالات وقائع، وده بنتكلم على وقائع، ان في بعض الاوقات الاولاد كانت بتيجي مش عايزين نروح المدرسه. طب النهارده مش عايز اروح المدرسه، لما بيجي حد في المدرسه يحاول معاه كده يبتدي بقى بطني وجعاني، عنده صداع، وداني وجعاني، يبدا الصبح يلاقي مبررات اخرى، لانه مش عايز يقول السبب الحقيقي. طبعا هو الحرج هو ماسك الولد، فبيبتدي يطلع اي مبررات عشان ما يروحش المكان ده. طب معلش يا دكتور عشان معانا بعض